أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. دعا وزير حقوق الإنسان محمد عسكر اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان للقيام بواجبها والتحقيق بحادثة مقتل نحو 20 مدنيا بغارة للتحالف العربي في تعز. الدعوة جاءت بعد استشهاد المدنيين بالغارة الجوية في منطقة الهامل في مديرية موزع غرب تعز. وأشارت المصادر إلى أن نساء وأطفال من بين الضحايا لهذه الغارة. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: إلى متى تستمر أخطاء وانتهاكات القصف الجوي للتحالف العربي بحق المدنيين؟ وهل سيكون هناك تحرك لإجراء تحقيق مستقل بواقع هذه الانتهاكات؟ إذن انتهاك ليس بجديد وقصف على مناطق تجمع للمدنيين، هذه المرة نتيجة غارات لطائرات التحالف. التحالف الذي كثرت أخطاؤه وأصبح الحديث عن دقة الأهداف التي يحققها مجرد تصريحات، أما الواقع فمجازر مروعة تتوزع على أكثر من محافظة. حقوقيون طالبوا بضرورة الالتزام بقوانين الحرب والقانون الإنساني وتحييد المدنيين في الصراعات الدائرة، وبين غارات يذهب ضحيتها العشرات ما تزال المطالبات مستمرة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة فيما يخص المجازر وضرورة رصد وتوثيق الانتهاكات التي ترتكب بين الحين والآخر. نبدأ النقاش بعد أن نشاهد التقرير التالي. قديما قيل بأن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، وفي ذلك كناية عن استيعاب الدرس وعدم تكرار الأخطاء، لكن ذلك ما لم يحدث مع طيران التحالف العربي الذي أخطأ مرتين وثلاثا وأربع حتى أصبح الفعل المضارع يخطئ حدثا مستمرا يرافق معظم طلعاته الجوية. الخلاصة هنا أن الحديث عن الأخطاء المتكررة أصبح حدثا يوميا، وهو ما يعني بحسب مراقبين عدم اكتراث بالدم اليمني المسفوك من جهة، ومن جهة أخرى فإن الأمر قد يشير إلى خرق أو فشل استخباراتي، كلا الأمرين قاد طيران التحالف العربي بعيدا عن أهدافه، وبدلا من حماية المدنيين صار العشرات منهم ضحايا لغاراته. ذلك الحديث في المجمل، أما في التفاصيل فإن نحو 20 قتيلا من المدنيين العزل استشهدوا جراء غارات لطيران التحالف غرب تعز في مديرية موزع القريبة من المخاء التي سبق وأن شهدت حوادث مماثلة في الفترة الماضية. وأمام كل هذه الحوادث الدامية تبدو الحكومة اليمنية كما لو أنها أصمت آذانها وعصبت أعينها، فهي لم تسمع ولم ترى أغلب تلك الحوادث فصمتت. وحين نطقت خرجت بدعوى خافتة على لسان وزير حقوق الإنسان الذي دعا اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان للنظر في الحادثة الأخيرة، وربما ذلك أقصى ما يمكن أن تقوم به الحكومة الشرعية بعد أن استجمعت رباطة جأشها. ولكن في المقابل فإن هذه الحوادث خلفت موجة استهجان شعبي وفي أوساط المراقبين الذين استنكروا تكرار استهداف المدنيين. لا تتوقف التبعات هنا، فهناك من يرى بأن عدم الاكتراث واللامبالاة الحالية للتحالف العربي قد يدفع ثمنها باهظا، فهناك من الجهات الدولية والمنظمات الحقوقية من يتتبع ويوثق ويترصد. نبدأ النقاش مع ضيفتنا من القاهرة الأستاذة ميساء شجاع الدين الكاتبة والباحثة السياسية. أهلا بك أستاذة ميساء. إذن غارة للتحالف العربي تستهدف مدنيين في الهامل في موزع بتعز، نظرتك في البداية لواقع ما حدث وهذا الاستهداف للمدنيين؟ هي مش أول مرة، هذا الغارات متكررة ما بين وقت والثاني، يعني بيحصل أخطاء أو يعني هي أخطاء بعضها ناجم عن استهتار أو عن عدم دقة في التصويب ممكن أو استهتار، وبعضها أحيانا ناتج عن خطأ في الإبلاغ عن الإحداثيات مثل ما حصل في الصالة الكبرى. يعني كان واضح أنه خطأ صعب أنه يكون خطأ في دقة في التصويب أو شيء من هذا القبيل، كان واضح أنه في طرف بلغهم بضرورة قصف هذا المكان وهم اندفعوا وانجروا في انهم يعملوا شيء من هذا القبيل.
طيب أستاذة ميساء، إذن هذه الانتهاكات الجديدة والمستمرة والتي يرتكبها التحالف وضحايا جدد دائما يسجلون كما يرى البعض في قائمة القتل المجاني، من يتحمل مسؤولية ما يحدث بحق المدنيين، خصوصا وأنه هناك من حتى الآن ما زال يبرر ويعتبرها مجرد أخطاء؟ هو طبعا التحالف بدرجة أساسية، يعني إذا احنا بنتكلم على أخطاء حقوقية، على قضايا حقوقية، على ناس، هو طبعا التحالف لأنه في النهاية التحالف هو اللي بيقصف. لكن إذا احنا بنتكلم على حرب، يعني فبالتالي احنا يعني هو مبدئيا الحرب دائما فيها أخطاءها، لكن الذي يحدث من التحالف إن أحيانا بيحصل فيه أخطاء جسيمة بتنم عن استهتار بأرواح اليمنيين، مثل ما حصل في الصالة الكبرى مثلا، أو مثل ما حصل لما ضربت فج عطان من غير إبلاغ المواطنين بأنه في منطقة سكنية تستهدف. يعني صح أنها من ناحية الحقوقية مش سليمة تماما، ما تبرئهمش تماما، لكن على الأقل عادة بيحصل أشياء من هذا القبيل، حتى من إسرائيل. يعني أحيانا لما تقصف منطقة معينة تعتبرها منطقة عسكرية مستهدفة بتبلغ قبلها المدنيين، ففي استهتار، هذا واضح. طيب ماذا عن مسؤولية الحكومة الشرعية فيما يحدث؟ طبعا الحكومة الشرعية مسؤولة أنها ما بتتعاملش مع المواطنين الضحايا من قبل التحالف باعتبارهم ضحايا أصلا، هذا واضح من أداء الفريق الحقوقي اللي عادة بتبعثها الحكومة الشرعية لجنيف، وزير حقوق الإنسان عادة بيكون نفس الفكرة، فهذا كمان بيقلل من شرعيتها أيضا، يعني بيعطي، لأنه بيزيد الغضب الشعبي ضد التحالف ضد طبيعة تدخله. لكن بالأمس وزير حقوق الإنسان محمد عسكر كانت له دعوة للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، كيف تقرأي هذه الدعوة من قبل وزير حقوق الإنسان؟ في أي سياق يمكن قراءتها؟ لكن هذا دائما، يعني في دائما حديث عن، هي المرة الأولى التي يدعو وزير حقوق الإنسان، ليست دائما نشهد رد فعل من الحكومة. لكن في لجنة وطنية تم تشكيلها بحجة أنها سوف تحقق في انتهاكات حقوق الإنسان، لكنها لم تركز إلا على انتهاكات الحوثي ومعظمها في تعز، فيما عدا ذلك هي لم تكن تركز على أو تتعامل مع القضايا المتعلقة بالجرائم التحالف، لكنهم بيتكلموا عنها دائما كلجنة انتهاكات. هو أنا أقصد المرة الأولى في ما يحدث من قبل التحالف العربي من غارات استهداف المدنيين. تقصد متى؟ بعد الصالة الكبرى مثلا؟ لا، هي أول حادثة لطيران التحالف استهداف مدنيين، نشهد دعوة هكذا من الحكومة لتطالب بالتحقيق، لأن البعض رأى هذه الدعوة كأنه الحكومة لن تتخذ ربما موقف مما يحدث استهداف المدنيين خصوصا من ضربات الطيران. ممكن إذا كان وزير جديد، بس ما أعتقد أن في شيء على الأرض سيتحقق. طيب، بس ممكن يكون وزير شديد، أعتقد أنها مسألة دعائية أكثر من أنها ممكن تكون واقعية. حتى نطلع على تفاصيل أكثر، ينضم إلينا من عدن حسين المجدلي، عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. أهلا بك أستاذ حسين. إذن طلب جديد من الحكومة من خلال وزير حقوق الإنسان محمد عسكر، طالبكم بسرعة التحقيق في واقعة مقتل أكثر من 20 مدني في موزع جنوبي تعز، هل بدأتم في اللجنة بالتحرك بناء على هذه الدعوة؟ حياك الله أخي، وشكر لنا تجيش الاجتماع مع هذا الموضوع. هذا ليس من غريب عندنا، فهي من الصدارة دائما في كل ما يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان. الحقيقة توضح أن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان يعني تواجه أعمالها في مثل هذه الحالات وفي جميع الانتهاكات، سواء ما تتم من التحالف أو تتم من الأطراف الأخرى في النزاع الحالي الموجود في اليمن، بدون أن توجه لها دعوة من أحد، وبدون أن يعني يكون هناك دعوة سواء من الحكومة أو من أي طرف آخر، بموجب اختصاصها الذي قررها لها قرار إنشائها الصادر بالقرار الجمهوري رقم 140 لسنة 2012 المعدل في عام 2015. بخصوص الحادثة التي يتم النقاش حولها، الواقعة كما يعني هو حال الجميع، نحن نأسف لما حصل ونعتبر أنفسنا يعني من المعنيين جدا بالتحقيق في هذه الواقعة، وقد باشرت اللجنة بتكليف مثل أي قضية يعني تتناولها اللجنة، وهي ليست أول قضية من القضايا التي يكون المسؤول فيها التحالف أو المدعى عليه فيها التحالف الانتهاك.
هذه القضية هي تأتي من ضمن قضايا كثيرة سيبينها تقرير اللجنة، وبينتها تقارير اللجنة السابقة التي تعرضت لانتهاكات التحالف. طيب ما طبيعة تحرككم الآن في حادثة موزع؟ ما الذي قمتم به حتى الآن؟ هل بدأت التحقيقات من قبلكم؟ هل أرسلتم مراقبين؟ هل بدأتم بجمع المعلومات والبيانات؟ نعم، كالعادة دائما نحن نبدأ بتكليف الراصد الذي يقع في طارة المنطقة التي تم فيها الانتهاك. تم تكليف الراصد بالنزول، وفعلا باشر النزول وبدأ أولا بجلوس مع هذه الضحايا، ويتم المكان الواقعة جمع محاضر، جمع الاستدلال ورصد ما وتوثيق ما يجد في مسرح الانتهاك، سواء من بقايا السلاح المستخدم، سواء ايضا يتم الذهاب الى المستشفى لعائله الضحايا واطلاع على الجثث وتوثيق القتلى والجرحى وتحديد اسمائهم. طيب استاذ حسين، حادثه كهذه واستشهاد 20 شخص، ربما ترسلون راصد واحد؟ هل هناك عجز ومشكله في امكانياتكم في اللجنه الوطنيه؟ لا لا، وما هي الظروف التي تقومون بها؟ لا، انا عندما اقول راصد واحد هذا الذي يبدا بمسمى يعني التوثيق المباشر، لكن تباشر لجنه بحسب الانتهاك وبحسب خطورته وبحسب ملابسات كل قضيه الى تكليف فريق لجنه. مثلا في قضايا اخرى حدثت في مناطق اخرى كانت هناك فريق لجنه بتكامل. طيب انت قلت تمام، وضحت هذه النقطه. طيب قلت بموجب اختصاصكم في اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان أنتم تحققون في كل الجرائم وكل الأعمال التي تستهدف المدنيين، وذكرت أنكم حققتم في جرائم سابقة ربما وانتهاكات قام بها التحالف العربي، لكن لم نشهد إعلاميا أي نتائج لهذه التحقيقات من قبلكم، لم نشهد أي تقرير في أي حادثة استهداف طائرات التحالف العربي للمدنيين. أين هي التقارير التي حققتم؟ إشكالية في الصوت أستاذ حسين. طيب سأعود للأستاذ حسين، أعود مرة أخرى لضيفتنا من القاهرة الأستاذة ميساء شجاع الدين الكاتبة والباحثة السياسية. استمعت إلى كلام الأستاذ حسين المجدلي عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، قال لسنا بحاجة لأن تأتينا دعوة من وزارة حقوق الإنسان للتحقيق فيما حدث، هو ضمن اختصاصاتنا في اللجنة الوطنية وبموجب القرار الذي تم بناء عليه تشكيل هذه اللجنة. كيف يفهم دعوة وزارة حقوق الإنسان لهذه اللجنة؟ هل ربما الآن لإفلات من المسؤولية، استعراض إعلامي، ما الذي يحدث؟ نريد أن نفهم هل هذه الدعوات هي حقيقية ونحن نتحدث عن إنصاف المدنيين، أم ربما ستذهب نتائج هذا التحقيق كسابقاتها من الحوادث الماضية؟ أتصور الناس ستكون مثل سابقاتها، لا أعتقد في تغيير، في الأغلب هي استهلاك إعلامي، المسألة مش أكثر من هكذا، بس ما تصورش أنه ممكن تخرج أي نتائج للجنة تدين التحالف. طيب حتى يكون هناك ضغط على التحالف لحماية المدنيين، من هو المناط به التحرك سريعا لوقف هذه الانتهاكات؟ من يمتلك أداة الضغط ربما التي يمكن أن تحد من هذه الأخطاء واستهداف المدنيين؟ نتحدث دائما عن عشرات من المدنيين يسقطون نتيجة هذه الأخطاء. هو المفروض يكون تحرك من الحكومة، لكن المشكلة أنه الحكومة ما بتتحركش، لكن هو أكثر طرف ممكن يضغط هو حليفها اليمنية هو الحكومة، لكن على المستوى الإعلامي هي مش أكثر من أنه القدرة على أن تتحرك إعلاميا على المستوى الدولي من باب الضغط. لكن هذا طبعا المستوى في النهاية لازم نكون واضعين في عين الاعتبار أن اليمن دولة مش مهمة، وإعلاميا هي مش ما حدش مهتم فيها أصلا، يعني هي مش من ضمن الأولويات لأي مكان في العالم أصلا. فبالتالي لازم نضع في اعتبارنا انه العمل الاعلامي مش سهل، العمل الاعلامي والحقوقي على المستوى الدولي مش عمل سهل بالنسبه لليمنيين. طيب اعود مره اخرى لضيفنا من عدن الاستاذ حسين المجدلي عضو اللجنه الوطنيه. استاذ حسين، تعليقك فيما السؤال الذي كنت طرحته لك سابقا، وايضا في النقطه الان المسؤوليات وأيضا الظروف التي تعملون فيها أنتم كلجنة وطنية، ما الذي يمكن أن تقدموه في سبيل إنصاف المدنيين الضحايا؟ الذي يكون كلامي في الإجابة السابقة أعتقد الإرسال وهكذا قطعت، أنا أحب أن أوضح أن اللجنة قد أصدرت تقرير سابق في سبتمبر الماضي، أصدرت تقرير في مارس، والآن هي بصدد إصدار تقرير
ثالث في هذا الشهر يعني بحال الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، تتضمن العديد من الانتهاكات وتتضمن العديد من كل الأطراف، التحالف في قوات صالح، الأطراف أخرى للحكومة، القوات المسلحة اليمنية، لكل الأطراف التي تشارك في النزاع والأطراف الأخرى التي تقوم بالانتهاكات في الواقع اليمني. هذا الجانب الذي أريد أن أوضحه حتى لا يكون هناك نفس أنك سألت قلت أن لم يتم الاطلاع على التقارير، التقارير موجودة بإمكانك. سؤالي كان حصرا فقط فيما يخص غارات التحالف واستهداف المدنيين. لا، فيما يخص غارات التحالف وما يخص فيما يخص كل الأطراف. أيضا تقاريرنا ترفع إلى مجلس الشعوب الإنسان، دول أعضاء مجلس الشعوب الإنسان، إلى كافة الدول 18، أيضا ترفع إلى يعني كافة السفارات ومنظمات المجتمع المدني الدولية، ويتم إطلاقها في مؤتمر صحفي عام. أنا أقصد أن هذا أمر يعني اعتدنا عليه في ضمن منهجية عملنا. الأمر الذي طرحته أنت الشعال الآن الذي تطرحه الآن أن وفقا للظروف الموجودة، طبعا نحن لا نعمل في أفضل الظروف وليست في أحسن الظروف، ونتمنى أن يكون هناك ظروف أفضل وأن يكون هناك يعني وضع أفضل. نتمنى أن لا تكون هناك حرب على الإطلاق ولا تكون هناك انتهاكات على الإطلاق، لكن بالظروف ضمن الإمكانيات المتاحة نحن نعمل في ما يعني أعتقد أنه بأقصى جهدنا وبحسب ما هو متاح، ونحقق نتائج إن شاء الله وبحسب حتى شهادة الفوضية السامية بشؤون التوظيف السامية المتحدة ولحقوق الإنسان وبحسب جهات أخرى أننا نقدم أو نخطو خطوات جيدة وممتازة بإذن الله. طيب أعود للختام مع الأستاذة ميساء شجاع الدين من القاهرة. أستاذة ميساء شجاع الدين، المنظمات أيضا الدولية تقوم بعمليات رصد وتوثيق لما يحدث وتحديدا غارات التحالف واستهداف المدنيين، ما الذي يمكن أن ينتج عن عملية الرصد والتوثيق هذه؟ هل ربما ينتج عنها شيء يحمي المدنيين أم ربما ملفات مؤجلة يتم من خلالها ابتزاز التحالف في مواضيع أخرى ربما أوسع وأشمل مما يحدث في اليمن؟ أستاذة ميساء، فقدنا الاتصال بالأستاذة ميساء شجاع الدين من القاهرة. على العموم شكرا جزيلا لها على المشاركة معنا في هذه الحلقة من زوايا الحدث، وسينضم إلينا من الدوحة المحلل السياسي جمال المليكي إذا كان جاهز. أو أعود للأستاذ حسين المجدلي. طيب أعود للأستاذ حسين المجدلي لحين يجهز الاتصال بالأستاذ جمال وليكي من الدوحة. أستاذ حسين، طيب إذا ما تحدثنا عن التحركات السابقة ربما للجنة فيما يخص انتهاكات التحالف، ما مدى التحرك ربما أو النتائج التي وصلتم لها في حوادث سابقة؟ هل وضعتم التحالف بشكل مباشر أمام مسؤولياته أم ربما كان هناك شيء من العمومية وعدم تحمله المسؤولية والدخول في موضوع الخطأ والمعلومات المغلوطة وما إلى ذلك؟ بالعكس، نحن نمارس عملنا بجانب يعني بجزء كبير منها يعني يعتبر قضائي أو شبه قضائي العمل الذي نقوم به، وبالتالي فنحن يعني ما نقوم به من تحقيقات هي تحال إلى القضاء ليتم فيها نقوم فيها القضاء كلمته، بالتالي عندما مكتمل التحديد في قضية فالإجراءات المعتادة في مثال هذا إما هو إما أن تكون هناك مسؤولية جنائية أو مسؤولية مدنية تتحمل المسؤول عن انتهاك تبعاتها، أو أن لا يكون هناك مسؤولية جنائية وبالتالي تحفظ القضية لدينا. القضايا التي أصدرت فيها اللجنة يعني قرارها بأن هناك مسؤولية مدنية ومسؤولية جنائية كانت واضحة في هذه القضايا. يعني هناك خبر أيضا ممكن أن أطلعك عليه وهو سينشر في التقرير القادم، الآن اللجنة بصدد تسليم القضاء حوالي 3000 ملف ب 3000 انتهاك يعني حصلت، وهذا أول خبر أو أول مرة إذا حضر خبر 3000 انتهاك سيتم تسليمها للقضاء، فيها متهمين وأشخاص وجهات سيسلموا إلى القضاء كي نضمن عدم إفلات من المتهمين والمجرمين من العقاب. طيب الآن في هذه الحادثة، حادثة الهامل في موزع، هل أنتم الطرف الوحيد الذي سيحقق في هذه الحادثة؟ وهل لديكم الإمكانيات والقدرات للتحقيق ومعرفة السبب ونوع ربما الأسلحة والذخائر التي تم استهداف المدنيين فيها أم ماذا؟ نعم، بحسب القرار إن شاء الله اللجنة فهي الجهة المختصة بالتحقيق في كافة الانتهاكات التي تتم في الجمهورية اليمنية منذ العام 2011 وحتى تقع الدولة سلطتها على كافة أراضي الجمهورية.
نحن يعني مش يعني باذن الله نقوم بحسب ما هو كما اشرت سابقا بحسب الممكن باننا يعني بكل الامكانيات المتاحه لنا للتحقيق والاخراج التحديد الى افضل صوره ممكنه. والامر ليس بالتعقيد الذي تعتقد انت، مثلا الضربات التي تتم في مثل هذه الظروف طبعا اذا كانت الصواريخ التي اطلقت هي صواريخ جو ارض، فالطيران الوحيد الموجود في الساحه هو طيران التحالف، بالتالي لا يمكن ان يكون هناك طيران اخر حتى يحتاج الى خبراء للتحديد من هو الطيران الذي ضرب او من هو الطيران الذي، الاشخاص والضحايا ايضا يمكن الاطلاع على اسمائهم وتعريفهم عن طريق اهاليهم والمستشفيات التي انتقلوا اليها. هناك تفاصيل ايضا يعني تتعلق بالتحقيق، يعني اعتقد انها يعني وان كانت بعض العقوبه اسم الاعراض او الصعوبات تواجه اللجنه فيها ان باذن الله نتغلب عليها. شكرا جزيلا لك استاذ حسين المجدلي، عضو اللجنه الوطنيه للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، كنت معنا من عدن. طيب اذا ممكن نذهب الى فاصل الحين اذا توفر معنا الضيف. طيب اذا نختم هذه الحلقه من زوايا الحدث، شكرا موصول لضيفينا في هذه الحلقه الاستاذ ميساء شجاع الدين وايضا الاستاذ حسين المجدلي عضو اللجنه الوطنيه. في الختام تحيه طاقم البرنامج ومنتج هذه الحلقه الزميل محمد عبد المغني.